شعار أن بونوار أنت كرئيس عاقل العضو طمو بي يضل يدور عليها هذا كل اللي كان لا لا تقولك ترى الواقع شوف لا أنا جلست أناقشون صوتوا فيك شي مشكل علاش ما نفعت انا غادي نجيب اختصاص انا غادي نتصور داكشي اللي قال لي الاخوان اللي حطوا ديك النقطه وصوتوا الاخوان غادي نقول لك كلشي دار اختصاص عيب وعار انا الجوطيه وحده المدرسه واغلبيه الشباب اللي كاين دابا هنا اعضاء ولادهم تيقراو تم ما عندهمش هاد الغيره زيدون بالنسبه للسياره راه ما عرف انا السياره علاش غتزاد الجامعه ما فهمتش علاش واخا كتقطع السيركيلي اللي كتجي ما هادشي ماشي سموه تقول الناس المواطنين صح وكاين بزاف الحوايج السيد فهمتي انا تنقولها فائد يمشي يمشي للبلاصه شي الجوطيه هي الاهم تفضل سي الضري باسمك عضو في اللجنه سي الرئيس انا رفضت هذه النقاط جمله وتفصيلا من رافضون ياك علاش فاش كنجيو كنقولوا اقتناء سياره نفعيه للمصلحه كما قال الاخر سياره عندنا سيد الرئيس راك ندير واحد بعد هذيك تحسبوا لك سيد الرئيس ان السياره كاين عندنا هنا هذيك السياره اللي كتبقى تدور صباحا مساء راه بامكانها انها توصل الموظفين سيد الرئيس بامكانها انها توصل الموظفين وهذيك السياره سيد الرئيس انا معك كامل احتراماتي لك هذيك السياره واش ما عندها لا شغل لا مشغاله كتبقى تدور ليل ونهار اش مصلحه عندها مع ثلاثه جوج ديال الليل شوف الرعايه انا غير اتساءل سيد الرئيس انا اناقش الافكار ما كناقش الاشخاص سيد الرئيس افكار حنا شوف كنتوحدوا في كلمه واحده كنتوحدوا في كلمه واحده المصلحه الشخصيه ياك كنضحك اناقشوا صوتوا فيك شي مشكل علاش ما نفعت انا غادي نجيب اختصاص انا غادي نتصور داكشي اللي قال لي الاخوان اللي حطوا ديك النقطه وصوتوا الاخوان غادي نقول لك كلشي دار اختصاص عيب وعار انا الجوطيه وحده المدرسه واغلبيه الشباب اللي كاين دابا هنا اعضاء ولادهم تيقراو تم ما عندهمش هاد الغيره زيدون بالنسبه للسياره راه ما عرف انا السياره علاش غتزاد الجامعه ما فهمتش علاش واخا كتقطع السيركيلي اللي كتجي ما هادشي ماشي سموه تقول الناس المواطنين صح وكاين بزاف الحوايج السيد فهمتي انا تنقولها فائد يمشي يمشي للبلاصه شي الجوطيه هي الاهم الله يعاونك تفضل سي الضري باسمك عضو في اللجنه سيد الرئيس انا رفضت هذه النقاط جمله وتفصيلا من رافضون ياك علاش فاش كنجيو كنقولوا اقتناء سياره نفعيه للمصلحه كما قال الاخر سياره عندنا سيد الرئيس راك ندير واحد بعد هذيك تحسبوا لك سيد الرئيس ان السياره كاين عندنا هنا هذيك السياره اللي كتبقى تدور صباحا مساء راه بامكانها انها توصل الموظفين سيد الرئيس بامكانها انها توصل الموظفين وهذيك السياره سيد الرئيس انا معك كامل احتراماتي لك هذيك السياره واش ما عندها لا شغل لا مشغاله كتبقى تدور ليل ونهار اش مصلحه عندها مع ثلاثه جوج ديال الليل شوف الرعايه انا غير اتساءل سيد الرئيس انا اناقش الافكار ما كناقش الاشخاص سيد الرئيس افكار حنا شوف كنتوحدوا في كلمه واحده كنتوحدوا في كلمه واحده المصلحه الشخصيه ياك كندخلوا حنا في الضد العيب والعار اقتناء سياره مجهزه برافع المناصب اتفق معها خاصه بونوار ولكنني تحطات في باب واحد ما يمكنش ليا نساق له الا غندخل انا في سياره نفعيه وغتحسب ليا امام الله راه كل غيتحاسب داك الشيء ها وحده ثاني سيد ثاني سيد سيد الرئيس هذا اصلاح مقر الجماعه سي عادل مع السي التقني كان شي شركه وجات وشافت المقر ديال الجماعه شركه تابعه للاوسيبي كان واحد الاتصال سيد الرئيس الاسبق مع الناس التقنيين كانت واحد الشركه غتكلف بالجماعه علاش سيد الرئيس ما ديرش واحد المتابعه وطرق هذا الباب لعل وعسى انهم يجيو صوبوا الجماعه غتستافد لينا بهاد 50000 درهم غتدخل لينا حنا غنستافدوا من سيد الرئيس اقتناء عتاد وادوات المكتب هادو سيد الرئيس عندنا في الميزانيه العامه راه كاين عندنا واحد الباب اللي فيه هاد النقطه هذه كاين فيه علاش حنا غنجيو عاوتاني وغنخصصو عاوتاني 50000 درهم ونستافدو منا نخليوها ونستافدو منا عاوتاني في حوايج اخرين ولا عاوتاني سيد الرئيس مشكور ممكن انك تدق شي باب لا تقدر توفر لنا هذا ونوفروا هاد 50000 درهم نطيحوه حنا في الفائض ديال الجامعه سيد الرئيس العتاد المعلوماتي والبرمجيات ورخص الرقمنه اقتناء الحواسيب ولا وازموها ما عندناش دراسه شحال من بي سي ولا شحال من سميتو غادي ناخذو ثاني حاجه بهذا المبلغ اللي محطوط حنا كاملين كنعرفوا لي بي سي والكونفيغوراسيون سميتو شحال كيدو 40000 درهم بانت لينا مونطو الكبير الدراسه التقنيه ممكن
اتفق معاه في بعض المشاريع ممكن اتفق معاه اقتناء كاميرات السيد الرئيس. شحال من كاميرا غندير؟ 40000 درهم 4 مليون. شحال غنديروا من كاميرا حنا في الجمال؟ الا غنديروا شي كاميرا سكاني غتولي داخل من الباب غتسكاني كامل. انا كيبان لي مبلغ مونطو كبير. علاش السيد الرئيس انا كاقتراح عادي كنت طرحت عليهم وراه جات في راه كاين المحضر وراه طرحت المحضر قضيه الجوطيه سيد الرئيس راه كتشكل لنا واحد العائق واحد المشكل كبير لا في الناس اللي كيزورونا لا في العائلات لا في هذا اللي كيجي كيطيح لك هذيك النقطه لان بوان واحد. زائد حاجه اخرى سيد الرئيس انا كنتمنى انك تاخذ بها هو قضيه ديال السقايات. راه كاين مشكل كبير في الدوار رقم 2 وداك جيت ثلاثه ولي ولا سميتو واخا ما كنعرفش انا الاسماء ديال سميتو راه كيعانيو. غنقفائي الفائض هذا الشيء حنا اللي وفرناه في الفائض هذا الشيء حنا لا وفرناه. كاين الدراسات ها؟ كاين الدراسات هذيك كتصوروا المجلس الاقليمي وكيصوروا اوكي راه كنا قلنا وسيدي الرئيس باش جاتك بخير وهذا الفائض طيحوا لنا في الجوطيه. كمقترح الجوطيه سيد الرئيس. مرحبا سيد الرئيس. سيد الرئيس سيد القايد بخصوص هاد الاقتناءات ديال السياره مع ديال هذيك الرافعه انا كنقول بعدا غنبدا من لاناسيه 500000 درهم بغيت نعرف انا واش درتو شي ابيل دوفر على شي ابيل دوفر على مع الشركات اللي عطاوكم لي بري علاش بنيتو. دابا غتقولوا لنا رافعه حنا غنصوتوا على لاناسيه تقدروا تجاوبوا لنا دابا الهوتور ديالها شنو هي بيكاب كاميونيت شنو هي لاناسيه حنا اللي غنجاوب دابا اللي غنصوتوا عليها معاكم اشنو هي كاين شي دوفي ديالها كاين شي درتو شي ابيل دوفر لموان ديزون نشوفوا لو ميو ديالو نشوفوا اما احسن ولا هذاك واش كاين هادشي واش كاين شي واحد يجاوبنا دابا لا هوتور ديال هذيك لاناسي شحال و 500000 درهم سيد الرئيس راه ما تجيبش لاناسي غنكونوا واضحين لاناسي راه اقل ايمان 700 درهم و 700000 درهم وطلع الفوق ما عرفتش انا اذا كان عندكم اقل ايمان هذيك الساعه تصيفطوا لواحد ثلاثه شركات يعطيوكم لي دوفي وتجيو هنا وناقشوا معاكم وداك الشيء ونمشيو لاناسي ما كنناقشوهاش ونفس الشيء على حساب السياره اش من سياره ناخذ رونو داسيا اشنو حنا ما عرفناش دابا اشنو اش من ما عرفتش هاد لي بري تحطوا هنا بناء على شنو شكون اللي حطهم كيفاش كتحطوا واش عجا واحد مثلا قال لك اصكا غنشوفوا كاينه رونو اكسبريس دايره 18 مليون حط 18 مليون لا ناصير ما عرفت دايره 50 مليون غنحطوا 50 مليون سيرتو لا ناصير كناكد عليها انا لا ناصير خاص الكاركتيز ديال المميزات ديالها نعرفوهم حنايا شوفوا لا ناصير واش غنشريو في كاب غنشريو نعم لا ناصير لا ربما الفرنسي مره كتمشي ليا راه ندوز عامين في لافا لا هذا بيجليزي وهذا فرنسي ما عنديش مشكل سمعتيني اسي رايس بنت قادر تقدر تجاوبنا لا هوتور ديال لا ناصير شحال واش غتشري لنا كاميونيت ولا غتشري لنا بيكات تقدر تجاوبنا عليها لا واش غتجاوبنا حنا دابا سؤال تنسولو تقدر تعطينا كيفاش درتو لابيل دوفر كيفاش حط حتى دابا شوف بقى معنا في داكشي اللي كنتي غادي فيه كمل دابا انا كنقول واش درتي شي ابيل دوفر لا تشي ولا ما درتيش كمل دابا جواب خاصك تجاوبني واش درتي شي ابيل دوفر بالنسبه للسياره ولا لا واخا عقل على هذه لاناصيل مع ديك السياره خاصك دير ابيل دوفر ما يمكنش تجي تقول غادي نشري ما يمكنش الا غنطرحوا علامة استفهام بالنسبه للاصلاحات ربما نتفقوا كاين الباب كاين هادي ما عندنا الطواليت حاشاك راه ريحتها عاطيه راه الناس كضر الموظفين قدروا نتفقوا في شي حوايج بالنسبه لهاد الاقتناءات ديال العتاد وادوات المكتب ولا مثلا دخلوا حتى في اقتناء الحواسيب واللوازم واش مثلا درت واحد التشخيص مثلا للمصالح اشنو خاص باش نعرفوا حنا على من غادي مثلا ديال الممتلكات راه كنشوفوا فيه حنايا عند كرسي ما عنده حتى شي حاجه كنشوف مثلا ما كايناش امبريمونت فوق كنشوفوا خاص بيسيات واش درت واحد التشخيص لهذا الشيء ولا غير لحقتو وحطيتو هذا الشيء وبالنسبه للكاميرات راه ما كانش تحتاج زعما تشريو كاميرا تدراي داك الشيء بين ربما كما قال السي هذاك كان هذا الشيء مادام 150 مليون ديال الجوطيه كانت مشات كان هاد 102 مليون درهم كان اقل 102 مليون كان اقل ايمان تمشي للجوطيه اعاده ديال فيكساسيون ديال المارشون اونفيرون خاصهم يحيدوا من الشارع راه جاي دابا الميزان اللي جاي مشعل الشارع باقي النويل باقي هادي شكرا سيد الرئيس.
نظر على المداخله ديال السعد الزاهر. حنا تصيرنا نفعيه الهدف ديالنا اخوان الموظفين المسؤولين الناس خاصها باش دي بلاصه. هذا هو المقترح اللي كان بغض النظر حنا غتبقى تدور بالليل بالنهار. هذاك الشيء راه ابار. هذاك الشيء راه كل واحد مسؤول على هذاك الشيء. راه كل واحد مسؤول امام الله عز وجل على التبذير ديال المال العام. هذه اللي كان فيها الضياع ديال المال العام راه كل واحد كنقولوا مسؤول امام الله. بالنسبه لهذه الرافعه كما كيشوفوا الناس راه بنوار مقبول على مقبل على عده. راه حنا كنشوفوا العمودات راه غيتبدلوا. راه هذه راه تهي من الاشياء الضروريه بالنسبه للبنايه ديال الجماعه ولا هذا الاساس. حنا من العيب يجيو عندنا الناس يبقاو واقفين. راه المكسب المخير دخل راه غتصير في كرسي ولا جوج. الاجهزه راها قديمه. هذا الشيء راه قديم. راه ما كرهناش حنا تكون واحد الجماعه في واحد الحله ويكون واحد تضافر جهود ونساو ذوك الحيتيات ذوك التطاحنات وهذه. الا بغينا نزيدوا لقدام هاد 80 مليون اللي بغينا رافعه. وهاد الطوموبيل اللي كنقولوا حنا اقتناء ديال هاد السياره نفعيه راه ماشي غناخذوا كات كات وغنخصنا ناخذوا دوكار اللي يخدموا بها الناس ويتسفى الماتيريال ويخدموا بها التقنيين تقل المصلحه والموظفين. ماشي موظف يقول لك انا ما نمشيش ما نديش طوموبيلتي راه من حقه. المبالغ اللي تقدر حنا نصوتوا عليها تقدر تكون مبالغ اللي هي غتكون صعيبه لبعض المواطنين على حسب المراعات. دابا حنا تتفاجئوا بان تاجيل وتبقى مفتوحه شويه. لا راك ما بغيتوش داخل الكره. الكره اجا الكره للتاجيل. شنو هذا الشيء؟ واسع الواحد واسع الواحد وما تسمعش على النظام الشخصيه. ما 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 تسمعش على ملي يكون واحد يدوي الاخرين يتسامتوا الرئيس يتعطي الكلمه. عزوي حنا غنتسانسو. عزوي واش هاد الكلمه هادي واش هاد الكلمه تقالت ولا ما تقالتش؟ ديال ان خاصنا نشوفوا نطالعوا على المبالغ اللي حنا غنصوتوا عليها باش ما تكونش انتقام للمواطنين. نعم. وعلاش دابا ملي درنا احنا التاجيل نقص وكال الكوره؟ ولا اجري وما تخلصش ما تخلصش. خليني نكمل هضرتي. الرئيس يتحدث الرئيس يتحدث الرئيس يتحدث الكلمه. ما تحاولش تهزز الراي العام والكره. الكره راه اول واحد مع الكره. راك ماشي انت ما لعبتش كره قدك. راه اول واحد مع الكره ونتحداه. والحوايج اللي تيداروا في خفاء راك ما مطالعش عليهم انت. واش ما علموكش تسكت على من عدوي؟ ولكن انا كنعرفو ندوي وعرفو نعرفو نقفو على الحياه ديال الرئيس. وملي كمل انا في الكلمه ودوي وخلونا صاحبي وخلونا ولكن لا تسمعوا 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 تحيين ديال القرار الجماعي. كنقولوا الى عجلنا القرار ديال القانون الجماعي راه غير 15 يوم ما غتخرجش لنا النقطه ديال الكره. يعني النقطه ديال الكره وما الوقت ديال 15 يوم ما عندناش. حنا واش عندنا نديروا دوره استثنائيه واخا بقات 15 يوم مفتوحه؟ الراس العماله باننا الدور دوره استثنائيه بعد سيمانه ولا هذا الراس له واخا الدوره مفتوحه ولا تتقلب الدوره ولا تتقلب الدوره. هذا هو الحديث ما فهمنيش. اشرح لي هذا هو غير قاصي. اشرح لي السي السيراتي ما فهمنيش. صافي ما تحكم ما شوف مصادقه علاش تقول لي ما تشرح لي وما تشرح لي؟ انا ما نشرح لك ما فهمتيش. انا نشرح لك ما فهمتيش. انا دابا نديك صابورون ونقري. اسكت شويه اسكت شويه اسكت شويه. خامسا المصادقه على مجموعه الجماعه. دابا في المصلحه كنهجي الجوار. دابا انتم قلنا في المصلحه وحنا دابا شويه
واحد الناس كيجيو على رجليهم من المدرسه 30 كيلومتر ولكن واحد الناس كيجيو على رجليهم من المدرسه 30 كيلومتر ولكن واحد الناس لقاوها في الناس او جديد هاي الطوموبيل جديد الى لقاوها الى لقاوها اسمع 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 وعارف شنو كيما اللي قلتي وعارف وزاد وعارف الى لقاوها الى لقاوها هذوك الدراري الى لقاوها هذوك الدراري كيجيو على جليهم وهذا قطاطي جديد علاش كندوي على الحق اسمع عفوني كاين شي شوف على الصحه ولا كاين شي شوف لا كاين شي شوف راه عندنا غير على الصحه كاين شي شوف نسجلوا اللائحه ديال المداخلات وكل واحد ياخذ الكلمه اخوان ربعه الجلسه واش الرئيس حتى دقيقة الله يرحم الوالدين اسمح لينا نقول قدام سعادة الغايب دويتوا على هادشي كامل الشباب راه كيضيع على خدمة لا والو كاين شركات حاطين عندنا خدامين ما والو شركات حاطين عندنا كنمشيو تيقول عام غنخدمك جايبين معاهم برانا شنو غنخدمو حنايا انا عندي دري خاصو ليكوش ما كاينش اللي غيشري لي دري عندي خاصو ليكوش شوف كدير السردين دايره 9000 ليرة نخدم بها شحال غنبيع على المواطن شحال غنبيع على هاد المواطن.